يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، ومن صفات الله العليا رحمته التي وسعت كل شيء، وأرسل الله رسوله محمدًا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة من الله إلى الخلق أجمعين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. أيها المسلمون عباد الله، وحين أكسونا هاي سيدة رقعة والباء كدا واغنوه مركين آخرين سورة الفاتحة. الله سبحانه وتعالى مقعيديسا وناقودو دميسك تريها إني كمديه لبدا مقع يا الرحمن يا الرحيم. وحكى الله بصور نغنغطي قرآن كريم كواهد الكإلهي يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنو إلهي كتل ما ميه وصفاه أطهي صفة الله إلى الرحمة. ولبا إلهي وحشيك سبحانه وتعالى رحمة ديسو إلي تهايمد بالله الدنيا دا إنت اللي تشوغانا خلقي قودا ودا قادي ومجر مخلوق إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسو وحكم دياني قادي مالمها كوبنا الدنيا دا دوشي دا اللي تشوغو. إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسو وحكم دا إنو صادر نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويسجل لفتي سنة الرحمة إلهي وقلنا حريستي عالمين تدمان توت سيدة إلهي ولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واحكر بكوما ناندرين وحانو كد الرياضيق والرحمة إلهي سبحانه وتعالى عالمين تا چينك ينسيق إلهي سبحانه وتعالى وقلنا حريستي نبي محمد نوح سعاد الشاقي وحكى لبينان وهينا ويهي الرحمة إلهي سبحانه وتعالى خلقك سوس وهديه. ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وها
رحمة مهداة من الله لجميع العالمين نحريس إلهي وصو هديهي عالمين تبمان توت نبي محمد عليه الصلاة والسلام أظهر هذه الرحمة بالأقوال والأفعال نحريس طوح كموتي نبي محمد هذا الإي أراه فعل إي نقل ومدي سنوح وقباقي مناسبات أن لسوكو بكرم يا حادث آدي يا دوتي ربضا إني سنة حريستان أن يتراحموا فيما بينهم إني دحوا ذي سنة حريستان وأي سنة حريستان قال لماذا وأي سوية إيران إسلام لماذا يتوحيد إني سنة حريستان بدعادة يوحى عن دينها إن أددك غاركو دينتا يكسو الدرين وأي سوية إيران اتباعة راعتان كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إني سقنا حريستان مع سيادة فالحمادة قفك يا خلتك حارانتي وحكس له إلهي ودي دي وأي سقنا حريستان يرمد أي سقو يريان وناك يا إلهي لقى أمر قاتل الله ديعه يقى أمر يا أرنك نوع عاسة وضد في عن إلهي سبحانه وتعالى دومي سوى أمري وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه وناك إسفران حمان تنسك الريبان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحقوق باقي ومديسة كوة تاكت الدران إنه نحريستان وكاقاتشون يقاتش هذا اللوغة نحريستو وكاردان أرادك اللوغة نحريستو وكاردان أرادك اللوغة نحريستو وكعقاقان عقاق اللوغة نحريستو وكحنوصان أي حنون كي يبات ديس اللوغة نحريستو ومسلمين تو أي نقدان كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إن المسلمين تو نقدان سيدي تيرقوروك لأ وحبين كم يديها دي حنوصتا انت كالهبين كودان إلا سوى تيريسوه وإلا حمدون إيسوه والنبي عليه الصلاة والسلام وحرى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مسلم كمسلم كالوحوية هاي سيدي اسمها سيستاقر صناية وحى الرسول كان عليه الصلاة والسلام وسيقار وشي قيدت كواوين كوا يريرين يونا حريستان كوا وود لهنا يونا حريستان كوا تاكت الدران كوا وحيست إلى هاي مالو سيينا إلى يونا حريستان كوا باهن وباهي دا يوغن حريستان مال كودانا أي وحك السيان إلهي با سبحانه وتعالى كو أرزاقيه حدينو إيار اسم قشينو غيبك مدى حديث النبي قيلنا عليه الصلاة والسلام وغفك مؤمن كالنبي محمد سيدة بأر ميساني مركا ومقلو قلبي قيسا إيقليس الرحمة وهي خلقك إلهي وحاول النبي قيلنا عليه الصلاة والسلام سيدة عبد الله بن عمرو بن العاص وكوريي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كونا حريستا خلقي قونا حريستا إيقنا الله الرحمن كابونا حريستا الجزاء من جنس العمل هدادنا حريستا نحريس بعد هلي هدادنا حريسا وإذن نحريستا إلى هاي هلي ميس وكما تدين تدان سيد الخلقي قيسا ولدقنته أيو ربي سبحانه وتعالى كولا رغميا أنا حريستا كوى دولك تشوغة وحيدين حريصا دونا الله خالق يدين كسرية الذي استوى على عرشه الله عرشه ليس ككور رغضي أحمد يا أبو داود يا الترمذي باوري حديثك بإسناد صحيح وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يسقوا منبر كنت أقوحوا للنبي محمد ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم خلق قونا حريستا إلهي بايدين حريستا كويدين كخل دمع فيا أدافا أسطرا هفضي حذيننا إلهي بايدين أسطر الدونة
خلد كينا يقف كينا نيدين رافي دونا رواه أحمد. مرك لوحو شاقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رحمة إلهينا كاقح لانتهي ونحريس شداد خلقك ونحريسته. فإن رحمت خلق الله رحمك الله، وإن لم ترحمهم لم تظفر برحمة الله. إلهي خلقك سادات ونحريسته إلهي وكون حريصا دونا هديك لن حريست إلهي لميسد. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إلهي وحونا حريستا ونا دوميسا كوانا حريستا مفهوم كوا محي كوانا حريصا إلهي سبحانه وتعالى ومن حريستا. أيها المسلمون عباد الله دمان تنواتش اللهي إلهي نوينو نحريستو الدنيا آخر با دمان تنوينو تش اللهي ديبكستو أينو دريمي إنو ربي سبحانه وتعالى إنو غن حريستو والرحمة ديسا ربي سبحانه وتعالى وإنك قد القاضو. فها أنتم يا عباد الله تسمعون أن أقرب طريق إلى رحمة الله هو رحمة خلق الله. وإن كان مغلي أدومها إلى هيو ودد وقود وقفض وقنا سهلا إلهي الرحمة دي سقف مسلمي وكقارا إن ايتهاي إلهي خلق جيسا إنه نحرسته لما انتين با إلهي با إن أمره سبحانه وتعالى أن نرحم خلقه خلق جيسا إنه نحرسنه. نبي محمد با عليه الصلاة والسلام إنه باقي أدومها إلهي يا خلق قوة كلب حتى حيواناتك والشات إن رحمتها حين تذبحها رحمك الله. هل كاسو كسو قارسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام نافك أريقا مركات قورا عيسو هذه الرحمة دي أيكو قبطو وأدو بير نحضو الله الرحمن كاو أكون حريصنا عيه ونافك أريقا إلهي وكو حلالي قوري عيسو مركات قورا عيسو داد رحمة درينتو ومديد أدعي العليسو ما قورا عدا مسوات كديسا ومررك قار كود أي دعضو نحريس هذا نحريسنا يساو قيد إنانا تقوري عمبا إياد اسكسي ديسو الله الرحمن كابا سبحانه وتعالى دي نكون حريصنا عيه رحمة بالرحمة والرحمة رحمة الوهلاي. اعلم أيها العبد المسلم هدو قلبك أقول نقضى بلا نحريس وأدو تقفان نحريسنا هين خلقي قال قبل أبو مسلمين تكو حق قاركا كل يكو قود مدان نحريسنا هين حيوانات كنوعيد وذكال الدول والرحمة قلبك أقول قسيبه وهذا قاتا إنا تهي متشقية خير الله وإنا تهي وحرنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد أبو هريرة وكورنا أيه لا تنزع الرحمة إلا من شقي رواه أحمد. نحريست وحا قلبي قيسا لقى السيبا وميدان نحن أو نحريستا النقضة كشقي خير لاوها هذا درنا نحريستا الرئيس كواركتو نحريستا الرضا وحا سبب كوكوا دنبية إيا خلادات إيا قلبي مذوبات إيا إلهي وقت كفوكتهاي فطب إلى الله وارجع إليه إلهي وطوبت كان سبحانه وتعالى وربي وصل نقا لترجع لك الرحمة سيكون وصل نقا الرحمة كذب من الرحمة إلهي سبحانه وتعالى أدوهشه. وقال عمرو بن حبيب الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر رواه الدولابي وابن عساكر في تاريخ دمشق وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وحرنا محمد عليه الصلاة والسلام وحاقول درهيستي ودباهان خساري أدونا أنه إلهي قلبي قيس الرحمة أقلين وضدك ونحريست هذه علامة على الخسارة نحريست الرب وحي علامة تهي خساري يقول دره هسيهات انت أدنوشهي مال مهد الدنيا دا تشوكتو قول درها داوات كسوكا بانكرتا
وإن هذا إلهي أتوبتك أنت سبحانه وتعالى ورحمتنا قلبك أتكوكم عيسو حياة تدادي أن الله شادنا أتكفر بديسو. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قفك أن تتكون حريصا إلهي سبحانه وتعالى إستغنون حريصا مايو إلهي سبحانه وتعالى هداد خلقك يسون حريصا وإذا الرحمة دي سهل ميس. وهذا يدل على أن من الرحمة ما هو واجب تاسين وحاية تسينيسا رحمة إنا الذي قيب واجبة وقفك كتقين لقوا آيي إلهي سبحانه وتعالى وعقابه أيه. والنبي وكاشيغ إنه قول درهيستي إنه خساري إنه إلهي سبحانه وتعالى ونحرسنا هاي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا لخلق الله أجمعين رحمة واسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، مسلم كاستوحى لقدبون إنه نقدمتك صفيسا صفدا سقيمها بدن إلهي سبحانه وتعالى قفك كسفوا بون حريصنا أيه. مسلم وليبا كالنتي سواء نحرستك قدوه وحين أكسونا ولا ليال ما الماء وحين كتر حال دعاك إلهي فرج كيسايين السجينة رحمة إلهي نكقوصا مينو أبار باترتا وحاتي رسعير برر ضدك آياد وقعبنا يا ضدك سيدة قاركا لوغا قبا عن يهي إلهي خلقك إلهي ونحرستان وحاكم يدا ضدك قرع ستضاء إقعانتك وهي وحيابها الددك ويوبا هنيهين إقودك اللي قلنا ليهي كووك يهي سيقارة بي يقواتي بقوتهاي قارهان حليادا نوكالي إنا يدومها إيا خلقك إلهي ونحريستان سوء يقن إلهي ونحريستو نحريستا لقرب المقال ذي دوحا كمدا مالك إلهي أوسيه سبحانه وتعالى إنه وحكا بحيان ودودكا قاتشيسا كوا هرادا كوا هرادا كوا قاتشونا ايا كوا حنوصان ايا وحي اسكد وايين وايي إنه يقود ديقان وإلهي درد ياو بحيان هكونا بشاريستان مالكو دا إلهي درد ياو بحيان إنه وحبكا نقصامهين ما نقصت صدقة من مال. نبي محمد بايري وركي سنوارهن صدقة دي مال وحبك ما نقصاني صح إلهي واكوغو كردين إياه وانكوغو بركين إياه. إلهي سبحانه وتعالى عوض يبدل خير قبة أي مالك دراد يادو بحسي إلهي سبحانه وتعالى وكاسين إياه. سيقى عربا النبي قيم عليه الصلاة والسلام قانع ستدو وقلدر دارمي إنه صدقة دا كد دالان وحر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة. قنع سطوي مركب وحل إيبنا أيه سادبعي قبني آدم كويهي هذا اللغو يه وقفك وإسليها ألابتك سعودسي إيبان بائيب كهذه يتشارى للرعلة تاسين هو الدنبي دنبي قاسي الله إذن كدافو وحد هذه يتشارى لإيب كينا نحو الدان صدقة مالاد إلهي الدراد وبحر إنسان أبال آخرنا إلهي أتكرر تشين إنسان سبحانه وتعالى. ويسيد إلهي ويري إن الحسنات يذهبن السيئات وناقيد وحي ماشك صاراني مصحان حمانها هي خلداتك الدومها إلهي أي قلال أرنك اللبات إلا ربقنا عصتدوين يقولنا حريستان ذاتك مسلمين تأدي باتيسا والسماحة في البيع والشراء والاقتضاء إنا النقدان كوان ذاتك كعليس إبك إبس الشدنا عنك بخس قانا بادنا ذاتك عنك كلولين ما هقفك مسلم كقنع صداها
إنه إيقوه قرى معاش إيه فائدة بورا وحلق قدبون إنه إيقوه ذاتك ولاليه مسلمين تباها إن بدنا كمدي قوت ضروري غاني إبسان كريم والله يا أبو إيضو إساقا يبو حان خسنده بخارده سيه استورده سنة راشنا إلا عير عيريان إنه قاتك سيحدان كو ولاليه ومسلمين نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره بالذي يبيت شبعانا وجاره جائع قفك مؤمن كاهن ماها دقن أماها إنه صيح ذهبين كيسو ودركسن يضع قفك تشار كيسين وقاتي سيهاي أرنك نوع عاسيوه على مدو يهاي إيمانك وضعيفي أولا التنمدي يسكو حركي إيمانك وكينا يي دباتنا ميشاي كبحضي وأنا أسكيل عليان إن أي ألعاب تأذو قالي أيان وقتي يدي هراء إدتك واي برواق إسنايين إدتك الروب كوداي إحوله اللبنايين إوحلق إبسنايي إنتي أي وحسين تيرين إنك يرمان توكل وأنا السيان وأنا إنو مقلق نعسة تدين أوني ماي قوت ضروري يدو الدولة دياري كوكلفين لكن إيمان كودو كلفين يا الله كعبسي قوده يا آخر الدون قوده هكونا بشارة إستان هدي أي كود دالان ضدك مسلمين تي ولا لهود إنه وحوش بيان كان دي انت اسكب بحين كارين إن أنا كنا قانب وارن أشكتان أنا أصوات شارين أي كود أقمان قولك إلهي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قف كان دي انت نقول لي هدو إياهي مت صبورة وحبان اسكب بحين كارين واجب كوام حي ما إلا قانا بابا ما يتاسي ما بنانا ما إلا حدون وسوء أشكتي يابا ما يتاسي ما بنانا ما إن هم تضير قريقا وكتشرو يا وحيابه نرشي صدروريقا وأساسيات كوا لقا حراشابا انت محكمة ده اللو أديك سدو ما يا إلهي وحلية فنظيرة إلى ميسرة وإن لقصه إلا وهلا يمال يحوره كقش بحر أيها التجار كبش رئيسنا هداد مسلمين توحج بسان مركض وحكي بسان إسان أيضا بخسن إوه وحقه إن آيات كجاي بستان كوا الدين تكل هذه إن أيضا دبن أيضا دبن كبش رئيسنا إلهي الرحمة ديس سبحانه وتعالى وماذا تريدون بعد رحمة الله إلهي نحريستي سدبدت محاد دوني سأل قف نحريستي إلهي هلي وقف قوليستي في الدنيا والآخرة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا أي سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري إلهي هل نحريستو دعاي نغن كرتا خبر يورنا ونغن كرا وحي نبي قيمي وإلهي وأن حريصنا يا قف كمرك وحي بنا أيو تتك أن عليسنا هين إسي سهلا وحوق إي بنا أي قيمها نوتش بنا أي مركو إي بسنا ينا تتك أن بخص هين وخسارة أن كرد هين أما مالكو دي أي كتب عين وحان معنا الله هين أنك قلو ريق هين قفك مركا ودتك دينتا وكله يهي ولي دينتا يسو عليا سي سهلا ولهد لايا قال نباد يهيف عنان يرباتين انتا من دبا الله إيمانهين وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء رواه الترمذي إلهي وحج عليهاي إلهي وكج علانية إلهي وحج عليهاي قفك مركو ددك وحكي بنا أيو ددك أون حريستي وطورة عليس آندو شكا صارم سيدا سوكرا مركو إبسر أيو إيا مركا ددك دينتا كلها دينتا وعلنا أيو وقال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا سهلا
مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رواه النسائي. وحول النبي عليه الصلاة والسلام نين أمضي أركم من إلى عيد شنة قليل طرمحوا إلى عيد شنة قليل موحوا هامد صلاة الصفق وركو الددالة أجزاء قرآن كم يضان آخر استا. لكن مسلمين تكو عقابة يا دومها إلهي إيبك مايا وحاو تشنكو قلي. وسهولة في الشراء والبيع وفي القضاء والاقتضاء. تدك مركو حكيب يا مركو كيب سنايو مركو الدين تبحين يتلولا يا مركو ضلبايو انت بوحوها تدك ميدان كديد وان دباتين نحريسنا وموتشية. بل صدح ذا الرماد في رصد ولا ليال إلهي الرحمة دي سالقوها ليا إلهي تعيل كي سالقوها ليا كان أيال قليا. والله وبالله وتالله الدنيا ذا مليارات كا من مليارات كا هدي وقفكو كبنتو أو آخر الصدا سوء كتاقو والله إنا النار نكبت بعدين إن كان نوقوين هاي. لكن دقن كوان أكسن إن حريستو أي كل هانتا هاي أي أقفك مال كيس استدبتي كنده وقل كرا. فارحموا يا عباد الله عباد الله في البيع والشراء قفك استوحي بنا يا ضدك مسلمين تا إحالة دهن هذا كتيرا هاس هاو إيغو وهو نحريستو. أرنك صدحاد وحويا هاي إيه تهاي ضدك قنع ستداعي إنا يقول نحريستان ضدك مسلمين تا إحالة دهن وكلمرك اللي كتيرو أن يحذروا من التصبب في غلاء الأسعار. أبوان كاسي مارك الله هركيرو إنو إلهي كفري سيو لف نارة وجهنم دحيدة تعال سو مسلمين تيمو كدير وكمو قاليين صابومو نقن سعير برك. إلهي سبحانه وتعالى سنوا كدير في نار جهنم. علماء قارنا واحدا بعظم من النار وحلوغة شهداء أي بمكان عظيم من النار ميلوين أو هالسة أو نار تكمدة. أيها الضوان كإلهي سبحانه وتعالى أقلنية سيافة ربضان أي ذاتك صابق النقضان سعر برارك قناع ستدو هذي ذاتك وهشياء أو أي راهدان شيقا قفنين تاوحبك مدمي كرو أرنت نوع عاصي دين عمرك لغا إيغو واحتكار دين على بعض هدي لقى إيجو وتصعير يا أشياء وسعر لوجي لوجي أصل كنا وياهين أنا بنانين دين عكلا هدي لقى إيجانا ووحبي أنا تشبي وقفنا وحقيمين سو تشبي يانو هلي ويدك هدي قف البحر يدي سلاسين لها تد باقي ما تشبي كوي بلا قاربا رسم الكود كوي بلا قاربا وحي رنصار لها ويكل الدوار لها أرنت أنا دتك مسلمين تا المشترين تا وحيب سنيا وكفى ايدي الهائم وحيالا سعر برك الصابوحة كم ذا الاحتكار الابتي وباه الله وقبه قارها نقود كددك ويباها يهين انو قفكو ايبكي كتوتيو يدو تشددي سواي تهاي الابتني حقا ليودو. ولهذا أبو النبي قيم عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ وحا الابتا وهي الله وباها يهيبك كهر استاقون سايدتك وقال يوضو خاطئ يا آثم قف دنبيلا وإلهي سبحانه وتعالى عاصي إلهي نقفك سوى عقابية. ووحل عمر بن الخطاب علماء قارن حديثك مرفوع بيك دقين من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالإفلاس والجذام. قفك مسلمين تراشنك يبانين كيب ويكحرة ويبك كتوتية سوى راشنك سوى قال يوضو إلهي وحكو عقاب الله بارمون بالإفلاس إنو مالكي سكبحو ودين تلقول لي يا إكبضتو حولها وهيه ومفلس ونقضة متكعي أرنك الله بادنا وحنونك لرداء الجذاب ويسونا حنون هاليسو لبضانا لبدا سو إلهي كو عقاب لعمر رضي الله عنه سيد نماجه ووريي. أيها المسلمون عباد الله ذاتك أي تهيئ إسكا إلى عليان إن ضدك مسلمين تاسعير برر وكل عين صاب النقدان وحكم يضدك صرف كشقي وصرف كوا نوع من البيع والشراء والعقبة لك ليبسنية وإن إسكا إلى عليان
inay jabiyaan ay gunta geeyaan si ay dadka qaarkood u khasaaroobaan ama inay kiciyaan si ay dadku alaabta u goyn kari waayaan arrinka noocaasiya ha ka digtoonaadaan dadka ganacsatadii dhammaantoodba ilaahayna ha ka baqaan subxaanahu wa tacaala adduunyadana in laga tagaayo ha ogaadaan jannadana dad rajo ka qabo oo asbaabteedii la imanaya ha noqdaan dadka muslimiintaana ha u naxariistaan اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اجعلنا من الراحمين الذين ترحمهم اللهم اجعلنا من الراحمين الذين ترحمهم اللهم اجعلنا من الراحمين الذين ترحمهم اللهم ارحم العباد اللهم ارحم البهائم اللهم اصغنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارخص لنا الاسعار اللهم أرخص لنا الأسعار اللهم أرخص لنا الأسعار اللهم أرخص لنا الأسعار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.